صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. ونشكر كامل الاخوات اللي معايا في القناه واللي قالوا لي كامل نحبوك. انا ثاني نحبكم بزاف بزاف، ان شاء الله دمتم اوفياء للقناه، وان شاء الله انا ثاني نكون دائما في حسن ظنكم. ان شاء الله دائما توجور نمدلكم الطاقه الايجابيه ان شاء الله يا رب. كما راكم تشوفوا، عفوا قبل ما نبداو في الفيديو، واحد الاخت كانت قالت لي اذكري اسماء اولادي، عفوا هي رشيده واسمها ولادها واسمهم مالك وعبد الله وايوب. نقولها ان شاء الله ربي يخلي لك وليداتك ويخلي لكم كامل وليداتكم، واللي ما عندهاش نقولها ربي يرزقك ان شاء الله، واللي ماشي متزوجه نقولها ان شاء الله ربي يرزقك بالزوج الصالح. كما راكم تشوفوا هنا، راح نبداو نقو سال دو بان. هذه سال دو بان تاع ماما، راح نبدا نقيها معاكم. راني في دارنا، لقيت ماما بدات وانا دوك راح نبدا معاكم في السال دو بان. هنا كما راكم تشوفوا درت هذاك البرودوي تاع فورس اكسبريس. الحاجه الاولى اللي حنقيها نفوت نقي هاد التيو تاع هذا تاع الشوفاج خارج منا، نفوت نقيه هو الحاجه الاولى. كما راكم تشوفوا راني طالعه في السلوم ولا غير فريمون عياني. هاد الفيديو ما جيت ندير له المونتاج هبلني، وزيد راكم عارفين مع لينكاميري ونخدم فريمون، لقيت بزاف شويه عييت. ومن بعد كي كملت كامل هذاك التيو وجدرت هذاك شميلي تاع الشوفاج، نقيت البلافون. الحاجه الاولى درت زوج لي فخوتوار كيما شفتوهم في الاول، واحد زلزقت به وهذا راني نعاود به هكذا باش نقو البلافون تاعنا بسهوله. هنا بعد لي كملت نقيت كامل البلافون، واش ندير؟ نفرغ كامل هذوك السليلات تاع لي براس وكامل، ونبدا نقي من نص تاع الفايونس، نص الحيط برك، ولا خو نغسلو. هنا ثاني هذا الاول راني نزرزق به، هذا الاول راني نزرزق به، وهذا الثاني نعاود نشف به، باسكو هاد الشيفونه اللي نمسح بها ترجع الفايونس يبرق. راني ندير به كما قلت لكم، نغسل غير النص الفوق، عفوا نمسح غير النص الفوقاني، ونص التحتاني نغسله كما على بالكم تطراش تاع الماء وكامل. والماء درت فيه غير اللي نمسح به، درت فيه غير هذاك لافسول تاع فورس اكسبريس. هنا كما راكم تشوفوا بعد لي كملت الجزء الفوقاني تاع الفايونس، نحي الطاقه هذيك تاع السال دو بان. كما قلت لكم هنا لقيت ماما كملت شويه الميناج، وانا جيت قباله باش نبدا معاها باسكو عيات مسكينه. وبعد لي نقيت كامل هذيك الطاقه شللتها تري تري بيان. لا فيديو راحت لي والله ما فهمت علاش، مي معليش شللتها ومسحت لها كامل هذاك الكادغ ديالها. واش راح ندير؟ بقى لي الجزء السفلي فقط. هنا هاد ديكابو راح نوريه، ديكابو عفوا راح نوريه لكم، هايل روعه روعه روعه. شوفوا هاد الفاي هذاك هذيك سيما بلونش شغل دبغت، درت لها هاد البرودوي فرغته في هذاك الفابو. ومن بعد نوري لكم القرعه تاعو كيفاش دايره. روعه وين عندكم الدباغ يخرج لكم، مي مليح في لا دال دو سول، مليح فاكا في ليكوا، مليح هايل برك في الكلاج شويه يحرشو، ما مش ننصحكم. وخسر الالومنيوم ثاني، شوفوا كيفاش يرجع الدنيا تشعل. هاد البرودوي ماما هي توجور تستعملو، مي ريحتو فريمون اللي عنده الحساسيه ولا لاليرجي شويه دونجي. هنا كما راكم تشوفوا راني درت لافيت ودرت بونجا ودرت الايزيس وكامل، وراني بديت ندير رغوه للفايونس ديالي. بيان سو كيما على بالكم راني نوري لكم، هذا مجرد فيديو تحفيزي على بالي. لا بلوبار كامل تعرفوا تنقوا، مي انا وحده من الناس كي نشوف فيديو هكا يجيني النشاط، تجيني الحيويه، نحبها تمتم نوض نقي داري ونفحفحها. كيما على بالكم راهو قريب رمضان ان شاء الله، ربي يدخلوا علينا بالصحه والبركه ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنا بعد لي رغوه راني نرغون بشويه ونشلل هكا باش ما يتضببليش الفايونس ديالي. هنا ثاني ندير رغوه لافابو كامل، ومن بعد نوري لكم برودوي اللي نستعملو يرجع لي هذاك البريق واللمعان تاع لابينوار ولافابو ديالنا. هادو لي برودوي عن تجربه، ماما بزاف تستعملهم دائما. هنا ندير رغوه كامل للصال دو بان ديالي كيما راكم تشوفوا، ونشلل بالك وديروا الاومو باسكو الاومو يضبب كامل الفايونس. وراح نشارك معكم ثاني الغرف تاع خاوتي ان شاء الله كي نقيهم، الغرفه تاع ماما ثاني هكذا باش يكون. انا يعني بالمناسبه كانت واحد الاخت قالت لي صبري ما تبداش حتى نروح لداري، انا مازال ما بديتش الميناج، راني غير في دارنا نعاون في ماما. انا مازال باسكو ما عنديش العفن كامل،
وما عنديش يعني حاجة يعني ما عنديش دار بزاف كبيرة كبيرة. أنا كما راكم تشوفوا حتى هذيك المرايا درت لها رغوة، ماشي مول في يعني في سير ليام ما نديروش، غير كيكونوا نديرو في الميناج. هنا لي الفايونس تاني هذاك هذاك البرودوي اللي قلت لكم عليه، هي اللي كيما نقولوا ينحي الكالكير وكامل، ولي طاش هذوك اللي تطراش هذاك اللي يجي في الفانسي باش يروح، يعني اللي قديم تاني تينحيه، يعني الحاجات الصعبه اللي تبطا ما تروحش ينحي هذاك البرودوي. هنا تاني هنا بعد لي رغونت لافابو تاني تاعي كامل درت له غير رغيوه وحدها. هنا كاين واحد الحفره من تحت، حفره واحد البلاصه فيد من تحت درت لها تاني هذاك البرودوي. هنا دوك واش البرودوي اللي حنستعملهم ابخي لي درت كامل رغيوه لهاد لافابو كامل فاينز، درت له كامل رغوه وشللته. هذا اجل هو تاع لي تواليت، مي انا نستعملو حاجه كون في لي تواليت ونستعملو في لافابو ولا بينوغ، يمد واحد لابريونس واحد البياض ناصع، جربوه وردوا لي خبر. هنا عاودت تاني تدرت بلافيت كامل رغيوه، وين هذيك العين تاني تنديرو بغوسادون نخصوها غير لهذيك البلاصه كيما على بالكم، تما يتراكم شويه حاجهكم لوساخ وكامل. ونوريكم البرودوي اللي نديرو للعيون يرتاحهم يبرقوا، واللي ما عندهاش تقدر دير غير الخل، انا ديفون ندير الخل برك. كما راكم تشوفوا ان شاء الله كامل كما قلت لكم نقوا ديارنا وكامل، يعني هادو تنظيفات تاع شهر رمضان المبارك. هنايا هذا هو البرودوي اللي راني يعني نديرو، شوفوا كيفاش جاي القوام تاعو في الفكلي. هنا تاني بالنسبه للابينوار تاني نديرو لا ميم شوز، العين تاني درت لها هذا البرودوي دوغي فلور، واي حاجه تاع الاينا هذا الالومنيوم عفوا نديرو لها هذيك تاع الصفايه تاع لافابو تانيت. هنا تانيت ندير لابينوار هكذايا، ندير كامل رغيوه ومن بعد نشلل ونوري لكم تانيت هذاك البرودوي اللي درتو. دوك نديرو في لادال دو سول وتشوفوا بعينكم لا ديفيرونس كيفاش كان وكيفاش ولا. هنا واش درت واحد المرسو تاع قماش سربيته جور مقطعه، ودرت فوقها الطاقه اللي غسلتها شللتها كامل من لا بوسيغ وكامل. هنا شوفوا كيفاش خرج لي هذاك البرودوي، رجع لي الدنيا تشعل، يعني كيما على بالكم خاصه لا دال دو سول كاين وين كاين السيما بلون هذيك، مع الوقت مع الوقت تولي صفراء ماشي عفن، مي تصفر وتشوه هنا كامل المنظر تاع لا دال دو سول تاعنا. هنا كي كملت كامل واش بقى لي، بقات لي القاعه وبقى لي الباب، الباب تاع الالومنيوم هنا دارنا دايرين الالومنيوم، درت كامل غسلته وشللته. ومن بعد كي كملت شوفوا لا دال دو سول كيفاش هذيك سيما بلون صفارت من التحفاس ومن الدراري وكامل، شوفوا كيفاش ولات هذا البرودوي هايل، شوفوا كيفاش كان وشوفوا دوكا كيفاش يولي، شوفوا لا ديفيرونس بعينكم. نتمنى انكم تجربوه وتنقوا به ديوركم. شوفوا لا دال دو سول كيفاش رجعها لي هذيك بلاصه تاع سيما بلون، شوفوا كيفاش رجعت بيضه تشعل. وهنا كي كملت كامل بقات لي حاجهكم اعزكم الله المجيريه تاعي، تاني درت لهذاك البرودوي في الطرف اللي درتو في لا دال دو سول وحكيتو بالبروسادون. والمجيريه حاجهكم لازم لهم دائما التنظيف، التنظيف بغوص هادو هكا باش تولي ما تجيناش فيهم الريحه حاشاكم، يعني لازم نمدو لهم الوقت. هما تانيت انا عندي موسوسه من حاجاكم تجي توجور نقيهم، يعني هاد الشيء كامل فضل يرجع لماما، هي اللي علمتني هكا نقي كل حاجه نمد لها حقها في اي في يعني في المطبخ ولا في اي بلاصه، لازم كل حاجه نتوشيها ونقيها. هنا اعزكم الله سمحوا لي على هذا المنظر، مي حبيت نفيدكم. هذا هو البرودوي اللي قلت لكم عليه اسمه ناصح نورمالمون. شوفوا التواليت حاشاكم هذاك ماشي عفن، مي كالكير ماما تدير له هكا، لازم تنشفوا كامل التواليت من الماء هذاك، ترموا بيان سور الماء بزاف ومن بعد تنشفوا ديروا غون تنشفوا، ومن بعد ترموا هذاك البرودوي تفرغوا نص ربع قرعه هكذاك وتغلقوا عليها وتخلوها ما ترموا لها الماء. شوفوا لا ديفيرونس بين لا فوتو الاولى وهذه، تخرجوا يولول كما يقولوا. ان شاء الله نكون فدتكم، هي اللي كانت حاجه قليله برك. انا بعد اللي كملت كلش ميم تواليت درت معاها نفس الشيء تاع هذا الشيء،
ومسحت الزجاجات المرايا عفوا، ما حبيتش نوريكم طوالت كيفاش نقيتها باسكو درت كيما سال دو با. راح نوريكم كامل هنا تاني هاد الفايونس تاع الدخله تاع المرحاض والدوش نقيتهم كامل فوق لا فايونس كل حاجه نقيتها. الباب هذا تاني هذيك الطاقه تاع التواليت اللي راهي هنا فوق التواليت تاني تنقيتها، نقيت كلش كيما. وشوفوا هذا الدوسو الخياتي كيفاش ولات، ولات تشعل لي كوا هادو كانت على الباب نديرهم كامل بالبروسادون نقيهم كيما راكم تشوفوا. شوفوا الله يبارك الفايونس تاعنا راهو يبرق. هذاك اللي قلت لكم عليه درتو في الاول نمسح به الحيوط توجور نقي به لافسول هذاك فورس اكسبريس اللي بالقارص والنعناع ريحته روعه ريحه النقاء كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله نكون درت لكم شويه النشاط باش كامل تنوضوا تنقوا ديوركم، ولا اللي راهي في دارها بتعاون يماها، واللي ما نفرضوا انها يماك ما عندهاش عفوا عندها العرايس نعاونها ما يهمش. قالي تقول لك انا مرت خويا على ما تنقيش، قالي تقول لك نو انا نقي ماما ندي دعوه الخير منها، هذاك هو الصح ودعوه الخير هي اللي تسقم منها كلش. انا ما يعطينيش قلبي نروح نقي داري وماما هكذا نشوفها حاصله بوحدها نفوت فيها هي نهنيها من كلش باش نروح لداري. انا كما راكم تشوفوا رجعت كل حاجه لبلاصتها فريمون تحسوا بواحد الراحه نفسيه اللي كي تنقوا تاع تحسوا بها، تحسوا بواحد الراحه فريمون تريحوا مغالمه. انا شوفوا كل حاجه رجعتها لبلاصتها، هنا ما رجعتش لي برودوي تاع ماما، وهذا خدت هاد الصال دو بان جايه في ليطاج اللي ترقد فيه ماما. شوفوا كل حاجه رجعتها لبلاصتها وهمنا حاجاكم. هاي لك الدخله تاع التواليت ومن الصال دو بان، ما حبيت نوري لكم برك. ودرت هاد البازا ولا سمانش عارفه واش اسمها، هادي خدمتها ماما، درت لها السيمه من تحت وهذوك الحجر جبناهم من حمام الوان. المهم حبيباتي هاني نوري لكم ونعاود باش تشوفوا بنفسكم. هذا هو البرودوي اللي درتو لهنا ونقالي، والعيون شوفوا كيفاش راهم يبريو. مازالت لي برك طابي تاع سال دو با ما درتهاش، راني ندير فيها معاكم. الى هنا حبيباتي نقول لكم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تخليوا لي كومونتير الشابين تاعكم لتحت. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.